بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم في درس جديد نتدارس فيه سويا حول مفهوم الأمر والنهي. هنا أيها الطالب الكريم تمهيد، لابد أولا من معرفة الأمر. الأمر هو طلب القيام بعمل ما، افعل. مثلا تقول الإنسان، تأمره بشيء، احفظ، ذاكر، أدرس، هذا هو الأمر، تأمره أو تطلب منه القيام بعمل ما. أيضا لابد من تعريف النهي. النهي هو طلب الكف عن القيام بعمل ما. لا تفعل، فأنت تخاطب إنسانا فتقول لا تهمل، لا تترك، لا تلعب. إذا هذا هو النهي. هنا أيها الطالب الكريم أنسجوا جملا تامة على صيغة افعل ولا تفعل كما في المثال. انظر المثال الأول: أطع أمك ولا تخالف أمرها. فهنا أطع أمك أمر، ولا تخالف أمرها نهي. طيب، أريدك أيها الطالب الكريم أن تنسج جملا على مثل هذا المثال، فماذا أنت قائل؟ ها، ماذا نقول؟ أحسنت، أطع أباك ولا تخالف أمره. الأمر هنا أطع أباك، والنهي لا تخالف أمره. نأتي الآن إلى جمل أخرى، أيضا ننسج جملا على صيغة افعل ولا تفعل، فماذا نقول؟ أحسنت، ذاكر دروسك ولا تهمل مذاكرتها. إذن أنت هنا تأمر ذاكر، هنا الأمر ذاكر دروسك، ولا تهمل مذاكرتها، هنا النهي. طيب، نريد جملة أخرى أيضا، ماذا نقول؟ أحسنت، احترم معلمك، هنا الأمر والنهي، ولا تقلل من احترامه. إذن احترم معلمك ولا تقلل من احترامه، هنا أمر ونهي. أحسنت. أيضا جملة أخرى، أحسنت، حافظ على هدوئك ولا تزعج المصلين. الأمر هنا حافظ على هدوئك، أحسنت، والنهي لا تفعل ولا تزعج المصلين. إذن هنا أمر ونفي في هذه الجملة. طيب، نريد جملة أخرى أيضا، أحسنت، تناول الفواكه والخضروات ولا تهملها. إذن الأمر هنا تناول الفواكه والخضروات، والنهي ولا تهملها. أحسنت. أيضا نريد جملا أخرى، ماذا نقول؟ ها، هل تعرف أيضا؟ أحسنت، استجب لنداء الصلاة ولا تتأخر عنه. الأمر هنا استجب لنداء الصلاة، والنهي ولا تتأخر عنه. أحسنت. طيب، نريد جملا أخرى أيضا، أحسنت، اقرأ الكتب ولا تقصر في قراءتها. الأمر اقرأ الكتب، والنهي لا تقصر في قراءتها. أحسنت. أيضا نريد جملا أخرى، فماذا نقول؟ أحسنت، التزم بأخذ الدواء ولا تهمل أخذه. الأمر التزم بأخذ الدواء، والنهي لا تهمل أخذه. أحسنت. طيب، جملة أخرى ماذا نقول؟ أحسنت، احفظ لسانك ولا تكثر الكلام. الأمر احفظ لسانك، والنهي لا تكثر الكلام. أحسنت. ملخص درسنا الأمر والنهي: الأمر هو طلب القيام بعمل ما، افعل، والنهي هو طلب الكف عن القيام بعمل ما، لا تفعل. فالأمر تقول له احفظ لسانك، هنا أمر، والنهي لا تكثر الكلام. إذن هنا أمر ونهي. أحسنت.